لما مخزون الذهب يقل الدولار قيمته تقل برضه. لا مش هيرجع طبعا. يرجع ازاي؟ شايف لما الاقتصاد يشتغل والبلد بتاعتنا تبقى احسن، واحنا بلدنا احسن اصلا في كل حاجه، بس لما الاقتصاد يشتغل وكده ممكن الجنيه بتاعنا يعلى مع الدولار الامريكي. البلد والحاجه الغاليه. لا ما اظنش. جنيه ملوش اي قيمه دلوقتي. الواحد بيتكلمك دلوقتي بالملايين، ربع مليون، نص مليون، لو حتى يقول لك شبكه حتى ب 20,000 50,000. لا طبعا الجنيه كان اعلى من الدولار. لا طبعا كان اعلى من كده. لا طبعا الجنيه زمان كان ليه قيمه جامده جدا. لا زمان طبعا القرش كان هو سيد الموقع، كان هو اللي مستولي يعني والحاجات دي، بس لما الاقتصاد اشتغل وكده بقى الجنيه بتاعنا بينافس.